بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهداتنا الفضليات، مشاهدينا الفضلاء، إنما كنتم حيثما وجدتم مرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج يسألونك. نعود فيها لمحور فقه العبادات، ومعي فيها فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي محمد اليوسفي، وهو خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرة تمارا. أستاذنا الكريم، أهلا وسهلا. مرحبا، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أمين يا رب العالمين. أستاذي الكريم، أول سؤال في هذه الحلقة من السيد جعفر مدينة طنجة، يقول فيه: جدتي تعيش مع أبي وتصر دائما أن تكون لها أضحية باسمها في عيد الأضحى، فهل ذلك موافق للشرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأفضل الصلوات وأزكى التسليمات على سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت ربنا إذا شئت جعلت الصعب سهلا، فيسر اللهم أمرنا في هذه الحلقات وارزقنا فيها إصابة الصواب. آمين. السؤال للأخ الكريم عن الأضحية. الأضحية كما يعلم الجميع هي سنة وأكدة، هي من الشعائر، هي من رسوم العبادات، سنة عظيمة جليلة شعائرية في أجر كبير، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضحية؟ ما هذه الأضحية؟ كانوا يسألون عن أصلها. فقال عليه السلام: سنة أبيكم إبراهيم. فقالوا: يا رسول الله، وما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الصوف، الشعر للصوف أكثر من شعر المعيز والبقاء والإبل، لهذا كان الفحل من الغنم أفضل من المعيز لكثرة الحسنات. نعم. ثم هذه السنة هي السنة مؤكدة على أهل البيت، ليس على الأفراد، على أهل البيت، على أهل البيت. فيما رواه الإمام الترمذي وغيره أن النبي عليه السلام قال: يا أيها الناس، هذا صيغة كأنه خطاب الأمة، يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية. يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية، تكفي الأسرة كلها، الأب والأم والأولاد والجد والجدة وكل من يعيش في كفالة الأسرة. هذا الأصل في الأضحية. هذا السؤال يا أخي الكريم على الجدة. الجدة مرأة كبيرة تعيش مع ولدها، وكتملفة كتذبح الضحية ديالها وتشتغل بها وتفرح بها وتصدق منها وتكرم منها الناس وكذا، فكأنها والله أعلم بقى عندنا ديك الحس، ديك الفرحة ديال الضحية، بعد يكون عندنا يعني كبشها يذبحوا باسمها. ولد راه كيستجب، ربما ستيكونش دابا الاولاد كيكونوا يستجبوا لوالديهم، ولكن لما كيجيو الاولاد ديالهم تيبقاو يقولوا: جداتي غير ضيعنا مثلا في هذا، تزيد واحد 60000 ريال ولا 80000 ريال ولا هذه، هنا راه السائل، هنا راه الحفيد ماشي الولد. اما الولد الحمد لله قائم مع الام ديالو بما ينبغي، او على الاقل بما يرضيها ويخليها فرحانه. بالنسبه لهذه الحاله ديال الجده بغات الكبش ديالها، الشرع والفقه يشوف الحالة تختلف، يقول لها واحدة الحالة ديال اليسر مش الحالة ديال العسر. إذا كان مثلا الابن وسع الله عليه، أمه بغات يذبح لها الحول ديالها بوحدها، فلا مانع، يبر بها، هذا دخل في البرور، في البرور بها، يعني غيفرحها، أي، ودخل عليها السرور ويجبر الخضر ديالها ويرفع عليها شويه ديال أكيد. ففيه اجر نهار العيد يجيو عند العائله، هذا العيد ديالي، حتى هي فرحانه، هادشي كنعرفوا في العائلات. حتى الجده
ملي كيلبي ليها الولد الرغبه ديالها ودير ليها خاطرها كتفرح وكتحس راها بانها راها مهتم بها ومعتنى بها مهتم بها وعندها الضحيه ديالها الى اخره. هذه الحاله ديال الاسر لا معنى بها على مو جزاها الله خير من البرور. اذا كانت القضيه فيها الظروف على قد الحال الازمه شويه الماليه وكذا على قد الحال يعني لا يتسع الحال للابن باش يشري يعني كبشين. نعم وحيد ليه وحيد لمو ما قدرش. هنا كتجي الشريعه وكتفصل كتقول لك اودي فتقول الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكما قال سبحانه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها من المال. في الحاله هذه غير مكلف لكنه الابن في الحاله هذه كيحاول كيقولوا يحاول انه يرضي امه يقنعها يحاورها بعدم الاستطاعه على كبشين وغادي يقول لها انا غنذبح الحولي وغندخلك بالسميه معايا. نعم وهي وغتسمعني وهي غتكون شايفه الوضعيه ديالو غتشوف الوضعيه الماديه ديالو راه عارفها لان راه عايشه معاه. الام غالبا الام جياشه في العاطفه هي عارفه ولدها واخا تقول له ولدي ما كرهتش ذبح لي الحولي ديالي او خروفه ديالي او جديد ذبحوا عليا يقول له هذه القضيه راك عارفه ما كاين مين تخبى عليك. نعم ما غالبا ما غاديش يدخل. نعم ما قتل ما غتغضب ما والو فهو لا يخاف من يعني غضبها او عقوقها لا ابدا لانه هو لم يذبح عن الكبش. علاش؟ لعدم القدره. والله تعالى لا يحاسب على العاجز يعني حتى عن الطاعة ما كنقدروش عليها حتى عن الواجبات حتى عن الواجبات الصيام او الصلاه او الزكاه الواجبات تسقط عند العجز. اذا كان هو عاجز يعني الطاقه الماليه ما قدرش يذبح كبش واحد ودخل امه بسم الله الله اكبر اللهم ماذا عني وعن امي واهل بيتي جميعا وهي كتسمع باش تكون مشاركه في الاجر ومشاركه في لحمه العيد. الحمراء هي راه عايشه معاهم غير اذا هكا يسمعها استاذ هذه الكلمات ولا شنو؟ نعم لما يبغي يذبح يسمعها. اي يسمعها اللهم ان بسم الله والله اكبر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم هذه اضحيتي عني وعن امي وعن اهل بيتي جميعا. نعم استاذ وتسمع هي بشي خاطرها يطمئن قلبها هو هنا استاذي الكريم دابا هنا الحكم الشرعي ربما السائل كيسول على الحكم الشرعي اذا هي سنه مؤكده في حق البيت اهل البيت في حق اهل البيت الاسره. هنا كيجي استاذ مثلا بعض الشباب تيكونوا ما مزوجينش ولكن هو خدام عايش في داره ربما كيكون شي مره مطلق او توفات له الماء او باقي ما مزوج مو عايش بوحده هو اهل البيت هو راجل. نعم هو اهل البيت يعيش وحيدا ما عنده لا اولاد لا شي حاجه. نعم هو اهل البيت يستحب له ان يضحي وخا بوحده وعايش بوحده عنده شي حاله ديال تيبطل لظروف ما الله اعلم وعايش بوحده وعنده قدره طبعا باش عنده قدره باش يشري كبش سنه في حقه سنه في حقه انه يذبح الكبش ياكل منه ويتصدق منه ويدخر منه كما هي السنه. بارك الله فيكم السيدي. انتقلوا للسؤال الاخر سؤال صوتي مرحبا. السلام عليكم برنامجي أسئلة لنا بغيت نسولكم الله يجزيكم بالخير بغيت نسولكم على واحد السؤال. أنا كنت صيمت نهار كامل وجا عندي ولدي قال لي ماما قدي لي الخبز وما عرفت نسيت حتى حطيت شوية ذاك الخبز حطيته في فمي ملي تفكرت ديك الساعات ملي كنت صايمة دوحتو ديك الساعات ما دوزتوش ما وبغيت نسولكم عافاك واش خاصني نعاود رمضان خاصني نعاود نصوم ولا خاصني نعطي الفيديو ولا شنو خاصني ندير الله يجزيكم بخير. مرحبا سيدتي تسمعي الجواب مرة أخرى الله يجزيكم بخير. لما تبغوا تسجلوا سؤال ديالكم بشكل صوتي فشوفوا المكان يكون هادئ وتصنتوا السؤال ديالكم لما قبل ما تصيفطوه للبرنامج تصنتوا ليه شي مره كتعتقدوا انتم راه السؤال ديالكم راه مزيان ولكن ملي كيوصل عند فريق الاعداد كيلقاه ما مسموعش شي مره نهائيا وما كيدرجوش وكتبقوا انتم تقولوا علاش السؤال ديالي ما داش في البرنامج. فالله يجزيكم بخير. اولا تحروا المكان يكون هادئ ما فيه لا صداع لا والو وسجلوا الصوت ديالكم وتصنتوا ليه واش تسجل مزيان وواضح ومسموع بما يكفي. الله يجزيكم بخير باش ان شاء الله دائما الاسئله ديالكم تكون واضحه وتوصل عند الساده العلماء والسيدات العالمات تكون في وضوح تام. ولكن استاذ المعنى ديال السائل الكلام اللي بغات السؤال اللي بغات تطرحه راه واضح هو انها
بغات تعطي شي حاجه توجدها لولدها صغير ديال الاكل، فات مسات هذيك البركه ديال الخبز فما ورجعتها. يعني الان واش تقضي ذاك النهار ولا تفدي وماذا عليها؟ نعم، هذه الحاله ديال النسيان سهو، هذا النسيان السهو الخطا، هي تعد طعاما لولدها هكذا سهوا، خلات لقمه ديال الخبز ودارتها في فمها وهي تفكر انها صائمة فلفظتها واخرجتها. كنقولوا لها ما لم يتسرب شيء لما هبط والو المعده صيامها صحيح شرعا قطعا، لا قضاء ولا فدية ولا شيء. فاذا قدر الله ديك اللقمه ديال الخبز او الفاكهه والله اعلم تسربت ومشى منها ومضغاتها وكذا كذا، فالحاله هذه عليها القضاء فقط، ما عليهاش الفدية، لا اثم ولا فدية، ما عليها القضاء في حاله ما اذا يعني تسرب ايه يعني بلعات شي حاجه من ديك الطعام وهبط المعده، فالحاله هذه عليها القضاء لانها اكلت نسيانا ماشي عمدا. العمد هو اللي فيه القضاء والكفاره. نعم. أما النسيان أو الخطأ أو الغلط ففيه القضاء فقط. نعم. ولا إثم ولا فدية. نعم. الفدية إذا تأخر عليها القضاء حتى يفوت عليها سنة أو سنوات أخرى. نعم. مقابل التأخير. نعم. وتكمل نهارك أستاذ، ما تكملش بطبيعة الحال. مثلا شي مرة اش كيوقع؟ كيقول إيسوا دابا أنا فطرت. هاد النهار غادي نردو غنردو. أنا نكمل الفطور ديالي. لا يجوز، لا ينبغي، لا يليق أن الواحد يغلط في الصيام وكلاش حاجة أو شرب حاجة سهوا بمجرد ما يتذكر ويتفكر بأنه صائم يحبس يقطع حتى ولو في فمه لقمة أو عظمة أو كذا يخرجها فورا كما دارت السائلة. نعم، يخرجها فورا ويغسل فمه ويكمل الصيام ديالو، صيامه صحيح وعليه القضاء احتياطا. الناسي لا إثم عليه ولا حرج، إنما عليه القضاء احتياطا. فإذا هذاك الناسي كيف قلت أكل نسيانا وتذكر وأول واجتهد وقال دابا أنا كليت صيام مشى غلط، ما مشاش الصيام ما مشاش. الرسول عليه السلام يقول إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي رواية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والشيء المرفوع قالوا العلماء هو الإثم، مش الخطأ بنفسه ترفع، الخطأ وقع ونسيان وقع، المرفوع هو الخطأ أو الحرج. لهذا الناس في الصيام عليه القضاء فقط إذا أكله. أما السؤال ديال الأخت الكريمة كتقول غير وضعت لقمة ديال الخبز في فمها هي تذكرت ولفظتها وخرجتها فورا وغسلت فمها وكذا، ما عليه لا قضاء ولا شيء، يعني ما ولا فدية، لم يصل شيء الى المعده. نعم استاذ. فاذا وصل شيء من ديك اللقمه ديال الطعام الى المعده وتاكدت او غلب عليها الظن فعليه القضاء فقط، لا اثم ولا كفاره ولا فديه. بارك الله فيكم، والله اعلم. ننتقل لسؤال اخر ونبقى مع الاسئله الصوتيه. مرحبا. السلام عليكم يا شيخ، بخير، لاباس عليكم، هانيين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم والدينا. عندي واحد السؤال، الله يجازيك بخير. يعني كان مثلا كنتوضى كندخل حاشاك الباب الطواليت، كنتوضى مرة كنخرج يعني بحال اللي كتعصر شوية في الوضو ديالي مع الكاش تكون قاصحة شوية وكيخرج مني واحد الماء، أو بالليل يعني كنفيق الصباح ما كنستحلم والو غير كنوض الصباح كنلقى يعني عندي شوية الماء خارج. واش ضروري ندوش؟ وأنا كنصبح الخدمة بكري، واش ندوش وعاد نصلي ولا واش شنو؟ مرحبا، مرحبا سيدي، وتسمع الجواب عن السؤال ديالك. السائل الكريم كيقول استاذ انه شي مره كيناس ولما كيفيق في الصباح كيلقى شي بلل عنده ولكن هو ما احتلمش بالليل، فهذا البلل اللي كيلقاه خارج منه يعني واحد الماء خارج منه، واش يوجب عليه انه يغتسل او لا او يصلي بالوضوء الصغير العادي؟ نعم. يجب أن نميز ويميز الأخ ديالنا السؤال بين أنواع المياه اللي كتخرج من الإنسان، منها ما يجيب الوضوء فقط ومنها ما يجيب الغسل. الذي يجيب الغسل هو الماني فقط، هو الماني الذي يخرج من المرأة أو الرجل بالشهوة
ماء 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 معروف أبيض، رائحة الطلعة والعجين معروف، ويخرجون عند الشواتين بالدفقات. البول والوادي أولياء أو الهادي وكذا أو أنواع المياه أخرى أو شيء ما حرم مرضية أو الدام وكذا يوجب الوضوء فقط. الأهل الكريم يقول هو مشكاك أو مشاك غير متيقن، القلب ما عنده في لا هو يقول لك أنا في الليل ما حسيتش براسي راني احتلمت لشي حاجة، واليقين أنه ما احتلمش والقلب ولكن وجد الماء. القلب الماء مختلف معروف، يعني الماني اللي كي يصيب الثيام أو كيبس كيدير قشرة قاسح خاطر، بينما البول والماء الآخر كيكون في الأول كيكون فيه البلل، في الثاني كيمشي من برا. رائحة البول رائحة قبيحة، رائحة الماني رائحة ديال الطلعة والعجين كما يقول الفقهاء. إذا لم يكن متأكد بأنه هو الماني فعليه الوضوء فقط. فقط فقط. بارك الله فيكم سيدي. تقول السؤال الآخر، سي عزيز الصغداني يقول إذا شرع المصلي في صلاة الرغيبة وأقيمت صلاة الصبح هل يتم صلاته أم يسلم؟ والسؤال نفسه عن تحية المسجد. نعم، في الجواب نقول صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي رواية إلا المكتوبة. قاعدة هذه في الحديث قاعدة عامة في جميع النوافل في جميع الصلوات. إذا أقيمت الصلاة الفريضة في الجماعة في أي جماعة وواحد يصلي النافلة معهم تحية أو الفاجر أو أي نافلة عندنا فيه تفصيل في مثال المالكي، فإذا ركع الركوع الأول ورفع الركعة الثانية وقيم الصلاة يتم الركعتين بشيء من سرعة، يعني خفف شوي خفف شوي. هذا إذا كان هذا إذا ركع الحل الأول يعني ركع ورفع رفع. نعم أنا مثلا الله ركعت وسمعت يعني المؤدي تقيم الصلاة. نعم مازال ما رفعتش. نعم واش نقطع وسد ولا نكمل؟ لم يقطعش يكمل إذا ركع مازال ما رفعش مازال ما رفعش بمجرد أنني نرجع أنه ركع يقال هذا يعني تلبس بالركعة يعني عقدت الركعة ديالو عقد الركعة يرفع ويكمل الصلاة ديالو ركعتين خفيفتين غير الفاتحة والتسبيحات غير ثلاثة ولا باش يلحق الركعة الأولى ديال الإمام في الصلاة. نعم. أي صلاة كانت. نعم. هذه الحل الأول. الحل الثاني أن هذاك اللي كيصلي الرغبة أو النافلة أو التحية يا الله كبر كيقرأ الفاتحة ودخل الإمام وكتقام الصلاة. أيه. هذه لا خلاف على أنه يقطع الصلاة ديالو مازال معقد الركعة. مازال معقد. مازال معقد. مازال تما كبار. نعم. يلا داخل. يلا داخل ويدخل مع الجماعة لا إشكال. الحل الأول هو اللي مهم إذا كان ركع لا يجوز السلام على واحدة ما يبطلش العمل ديالو. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقد كان النبي عليه السلام وأهل العلم دائما اتباع السنة كانوا يحاولون أن لا يفسدوا أو يبطلوا عبادة الناس. كيبحث الفقيه في الاجتهاد وفي الفقه كيبحث على شي مخرج باش ما يبطلوش العبادة ديالو، يلقى له شي مخرج شرعي. نعم. حتى ولو كان يعني قالوا شي مخرج من خارج المذهب ومراعاة الخلاف صلاتك إن شاء الله صحيحة أو زواجك أو كذا. وهذا الفقيه أستاذ كيلقى للناس الحلول. نعم. لأن الناس كتوقع لهم قضايا وهو من خلال الحمد لله الفهم اللي أعطاه الله عز وجل والعلم كيلقى لهم الحلول. المخرج محافظة على عبادات الناس. هو غادي في الصلاة كيصلي وبقى شي حالة من حالة بحالة كذا كيقول له إذا ركع الإمام إذا ركعتي وعقدت الركعة كمل الصلاة ركعتين خفيفتين ودخل مع الجماعة كنت باقي ما ركعتش يلا كبرت كقرأ الفاتحة أو السورة وكذا وسمعت الإقامة السلام عليكم ودخل مع الجماعة. نعم في الرغيبة بالخصوص. نعم. يعني قلت لنا في حلقات سابقة أستاذ العلماء كاملين في هذا البرنامج لأن الإنسان إذا صلى الصبح مخصوص يصلي الفجر وخا باقي ما صلاش. نعم يخليه تطلع الشمس. نعم. ولكن أستاذي لا أنا مثلا جيت في هذه الوقيتة هذه جيت يالله بغيت نبدا في الصلاه ديال الفجر وقيمه الصلاه واش ممكن انني نصلي حنا كنعرفوا على ان ركعتين ديال الفجر كيكونوا خفاف والصلاه ديال الصبح اللي هي جماعه كنعرفوا على ان الفقيه تيقرا شويه يعني معروفه هذه نعم. كيطول شي شويه نعم. يعني بمعنى انني نقدر نجيب هذيك جوج ركعات خفاف ونلحق
الجماعة مع الإمام، واش ندير هذه الحالة هذه ولا ما نديرهاش؟ هذه منصوصة يعني في الفقه المالكي، ذكرها كثير من الفقهاء منهم القاضي بن رشد وغيره، أنه إذا أمكن في هذه الحالة هذه ديال إقامة الصلاة، إذا أمكنه أن يصلي الفجر في بعض زوايا المسجد أو جوانبه أو كذا يبعد عن الجماعة، حتى ولو خرج إلى الباب ديال المسجد أو شي مكان يكون طاهر أو شي مقصورة أو كذا، يصلي الفجر ديالو بركعتين خفيفتين ويدخل مع الجماعة لا مانع. في إذا لم يتمكن أو لم يعلم ما عرفش ودخل الجماعة وبقي ما صلى شي فجر ولقى الصباح خدام كيصلي الصباح أو وقيم الصلاة ودخل معهم كيقولوا الفجر ما صلاش في ذاك الوقت، هذا هو وقته نهين وقته كغراء تطلع الشمس وصلي الصباح حتى الزوال على الفجر يقضى الى الزوال. فاذا قال لك ودي انا عندي شي ظروف خاصه اي انا نصلي الصباح في الخدمه وغنبدا في الخدمه اي انا نصلي الصباح دابا وعندي العمل مباشر وعندي العمل شويه كذا ولا عندي سفر دابا غنمشي للمحطه القطار او الطائره وعندي سفر طويل ما يمكنش نضيعه وبغيت هذاك الفضل ديال ديك ركعتين ديال يصلي يصليه ويسكت، يقولوا بعض الفقهاء يصليه ويسكت، ما عليه يسكت، ما يبقاش كثر في الأسئلة، سول على ماذا على ماذا، سول شويه قال له صلي ويسكت، صلي ويسكت، بناء على أن الفقه المالكي فيه الحمد لله فيه الساعة، نعم فيه المرونة، نعم فيه كبيرة جدا، مثلا تحضر لي واحدة الواقعة وقت إمامنا مالك رحمه الله رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، إمام دار الهجرة، دخل إلى الدرس بعد صلاة العصر مسجد النبوي والطلبة ينتظرون حلقة كبيرة ديال الطلبة والعلماء، دخل الإمام وأراد أن يجلس في مكانه ديال الدرس فقام أحد الشباب الصغار قال يا إمام صلي ركعتين، فما كان من الإمام إلا أن صلى ركعتين وسكت، هذا ما لو سكت دي لا أسكت، الخلاف بين العلماء رحمة وفسحة، صلى الإمام ودخلنا الدرس كمل الدرس طلب شوف علم جاء الإمام بن وهب هذا كبار من كبار الخواص اللي خواص الإمام الإمام كيبقاو معاه كل عالم عنده أكيد أكيد جاء عنده الإمام بن وهب قال له يا شيخي كيف علمت أنا ذكرت رويتنا أحد في الموطأ أن الصلاة والعصر منهي عنها كيف يعني أنت كتصلي فقال الإمام الولد أدخلني في آية وأردت الخروج منها غير قال له صلي هو يذكر الآية ما هي الآية قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا هذا غير كما قالوا مما بالأدب مع الله عز وجل الآخر قال له صلي وقال له لا ما صليش لا صلي يا أسكت صلى ركعتين الإمام نظرا لفهمه واستنباطه من هذه نعم الآية كذلك هذه الحالة هذه عنده شي حالة استثنائية يعني السفارة والمرض أو شي عمل شاق متواصل وكذا وما يصليش الفجر ضاع له ويقدر تكرر هذه الحالة هذه ويضيع ذيك البركة ديال الفجر وفي أجر كبير جدا يصلي ويسكت هذيك ركعتين ديال الفجر أستاذ الله يجزيكم بخير لأن شي مرة كان بحال هكا كنقولوا زي وصافي لحقت الصبح مع الجماعة صافي نمشي لداري وشي مرة كيقول الإنسان ما عنده لا ارتباط لا والو يعني بإمكانه أنه يتسنى لان كنعرفوا شحال ما بين صلاه الصبح وشروق الشمس واحد وقت ياك استاذ تقريبا ساعه ولا اقل من ساعه يعني وما كيصليش هذيك الرغيبه الفضل ديال هذه الرغيبه اللي رغيبه الفجر هذه الركعتان العظيمتان نعم هذا من باب الجهل باحكام الدين من باب التقصير من باب الاستهتار ان الواحد كيتساهل في السنه مثلا شي نافله هذه غير نافله غير نافله هذه غير سنه وهذا غير مستحب لا ينبغي هذا حتى الاسلوب غير سنه فيها اهانه فيها حطه فيها ترقيص من السنه لا تليق بالمؤمن ها؟ لا تليق بنا كمسلمين وكمؤمنين لا تليق نقول هذا الرسول عليه السلام يقول من رغب عن سنتي فليس مني وهذا كانه رغب عنها ملي كيقول هذه غير السنه مش ما كان ربي عندي غير فريضه بارك علي الله يتقبلك نعم اهملت السنه تركتها فردت فيها ضيعت نفسك وحرمتها من أجل الثواب من رغب عن سنتي فليس مني ومن أحيا سنتي كان معي في الجنة
النبي صلى الله عليه وسلم، والرغيب هذه من السنة، والنوافل هي من السنن، من التطوعات، من الطاعات. ثم هذاك الفجر بالخصوص عنده فضل كبير جدا، صلاة الغداة، قال فيها النبي عليه السلام: ركعتها الفجر خير من الدنيا، هذه الدنيا اللي غادي يمشي يخدم ولا يسافر ياك، صلي ديك الركعتين خير من الدنيا او الاموال او كذا كذا، ويعوضك الله خيرا. عندك الدقائق ديال الصلاه ديال الفجر، خير من الدنيا وما فيها. ثم مساله اخرى، ثمره اخرى، هو ان النوافل هي الرواتب للصلوات الخمس، ما لها علاقه بالفرض، عندها علاقه بالظهر او الصباح، هو انها تتممها، ترممها، ترقعها. باش انا كنصلي الصباح مثلا، الصلوات الخمس كلها كنصليها في اوقاتها الحمد لله، ولكن النبي عليه السلام ورب العالمين قال لي دير النوافل، دير شويه النوافل، النافله ديال الصدقه، النافله ديال الصلاه، النافله ديال الانفاق، ديال الاذكار، دير النوافل. علاش؟ قال لك دير فيها فائدتين كبيرتين وحنا محتاجين ليهم. ما هي الاولى؟ قال الاولى تعويضا وجبرا لما عسى أن يكون قد وقع في صلاتي أو صيامي. يعني ممكن أن ندير شيء أغلط؟ نعم، ممكن في الغالب جدا، من يدعي أنه صلى صلاة كاملة كما أمر به الله عز وجل إلا من رحم الله. إذا ذيك النوافل بعامين وجاء، هيا هذه العدة الأولى. في الثانية أنه إذا تمت الفريضة بحمد الله، كانت الصلاة ديال المؤمن أو صيامه أو كذا كاملة، ولم ينتقص منها شيء، لا آداب ولا أخلاق ولا مستحبات ولا أركان، كتبقى لك النوافل ربحا زائدا على رأس المال. رأس المال وهذا الفريضة رأس المال. شكون فينا وصل ما كيبغيش الربح؟ رأس المال كنحافظوا عليه وكنبغوا دائما أننا الأرباح الدنيا. نعم، وحلال الحمد لله. حتى تضيف في هذا المعنى ديال الفريضة رأس المال، والنافلة من جنسها إما أن تكون جبرا وتعويضا، نعم، وترقيعا لما حدث في الصلاة من نقص أو خلل، وإما أن يبقى أن تبغى هذه النافلة زيد ربحا زائدا على رأس المال وتجازى عليه. الله يحقرين هذه الأرباح. أمين يا رب العالمين. يا رب العالمين، خاصة هذه الأرباح هذه اللي هي في الطاعات والعبادات. نعم، إن شاء الله غدا يوم القيامة تنفعنا وندخلنا بإذن الله عز وجل الجنة، التي يتمناها كل مؤمن ومؤمنة. بارك الله فيكم سيدين. تقولون لسؤال آخر، سؤال صوتي. مرحبا. السلام عليكم فضيلة الشيخ، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكون بأحوال جيدة. الله يخليك، بغيت نسولك، أنا عندي واحد السؤال. عندي التين ديال رمضان وداز عليه العام، دار عليه العام، وبغيت نعرف واش نصوم ونصدق ولا ينصوم هذوك الأيام وصافي. شكرا، كنتمنى تجاوبوني على السؤال ديالي. مرحبا. اكيد اكيد تسمعي الجواب على السؤال ديالك، واكيد كل يعني مواطن ومواطن، كل مشاهد ومشاهد كيتواصل مع برنامج يسالونك سواء عبر البريد الالكتروني يدير السؤال ديالو مكتوب، او كذلك عبر الرقم ديال الواتساب سواء مكتوب او صوتي، فكل اسئلتكم تحول وتصل الى السادة العلماء والسيدات العالمات، ويجيبونكم عنها في حلقات من هذا البرنامج. غير إذا تعطلنا شي شوية، راه الأسئلة تبارك الله كثيرة، والإقبال على البرنامج من طرفكم كثير، فالله كلنا بغينا نعرفوا الدين ديالنا، وبغينا نعرفوا كيفاش نعبد الله عز وجل، فهذا اللي كيخلي أن الأسئلة كثيرة، والله يوفقنا جميعا لكل خير. إذا سمعتوا السيدي الكريم، السائلة كتسول على الدين ديال رمضان، إذا داز عليه عام كامل، مثلا فترات في رمضان هذا العام هذا داز عام كامل وما ردتش، الى ملي تبغي ترد واش يكفي انها ترد هذيك الايام اللي فترات، او خصها ترد مع اللي سمتها هي صدقه اللي هي الفديه؟ الحمد لله. صيام رمضان فريضه عينيه، والله عز وجل وسع فيها ويسر امرها امر الصيام، فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. معناها يعني من 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 جاء رمضان وكان على عذر الصيام او المرض او الحيض او النفاس وافطر في رمضان، افطر بسبب العذر الشرعي، فهذا رب العالمين قال لك عنده ايام اخرى يقضيها بدلا هذيك الايام اللي افطرها، وربي لا يحددها،
فعدة من أيام أخر، متى ما وجد الاستطاعة وذهب عنه هذا العذر المانع يقضي أيام الصيام. والمطلوب من المؤمن والمؤمنة في الصيام في رمضان اللي يفطر في رمضان بسبب العذر، مطلوب منه شرعا أن لا يتهاون، يعني غير يحيد العذر ويخرج رمضان، يحاول يسبق كما احنا ضعافين شويه كيبقاو عيد ومن بعد اشغال وكذا. حتى كنلقاو جا شعبان كنقولوا حتى خلات شعبان لباس. نعم شي مره كي كاع يدخل رمضان. نعم فقد ثبت حد يبقى دابا السائله ان النبي عليه السلام كان يصوم شعبان كله وغالبا الا قليلا في حديث السيده عائشه صحيح. فقالوا السيدة عائشة قالت كان رسول يصوم شعبان كله إلا قليلا، قالوا بسبب أن أمهات المؤمنين كنا يقضين أيام العادة الشهرية ذي رمضان الماضي كنا يقضينه في شعبان، فكان عليه السلام من حسن عشرته أنه يصوم مع من صامت منهن في شعبان. هذا المطلوب، أن الواحد إذا افطر رمضان بالعذر عليه لا يتهاون لا يهمل هذا الأمر. نعم يفرط في خلى عام وعمين ويعيش ابدا يمشي العذر الشرعي مرض او حيض او نفاس او سفر وكذا يقضي الايام ذي يقضيها تبارك الله على مهل يقضيها على مهل مفرقه ولا مجموعه المهم يقضيها حتى لا يمكن استاذ يختار الايام اللي كيكون نهار قصير مثلا ما يكونش الحراره يختار الايام اللي يبغى في فصل الشتاء فصل الربيع كيكون الجو طيب ورطب وايام كذا. نعم لا مانع لا مانع لا مانع شغال. فاذا هذا العداء الحلول مطلوب هذه يسن هذا وغير مطلوب من المؤمن ان لا يؤخر ما عليه من ديون حق الله هذا يؤجل به وخير البر عاجله. فاذا قدر الله انه اما نختصر شويه سلينا ان شاء الله اما العذر نطول الحكم أي إذا وقع ونزل وقد وقع عند السائلة. نعم شنو الحكم؟ فعليه القضاء قضاء الأيام اللي كيتسالها وتخرج الفدية عن كل يوم إطعام مسكين كل يوم واحد من الدراهم هذا كل يوم تعطيها للمسكين ولا تغديه وتعشاه ولا كيلو طحين. نعم إذا فدية الحالة ديال السائلة الصوم مع الفدية. الصوم مع الفدية. بارك الله فيكم شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي محمد اليوسفي. أذكر أنكم خطيب وواعظ تابع للمجلس المحلي لعمالات صخيرة تمارا. وشكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات وإلى حين اللقاء بكم في حلقات قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.